أعلى السماء تشاهد أرض رائعة الخضرة وجميلة، أنهار كثيرة وغابات كثيفة. لكن على الأرض كانت الأوضاع مختلفة. رحلتنا الصاخبة بدأت بالسير في شوارع مدينة شيتاغون. بنغلاديش بلد صغير، لكن تعداد نفوسها كبير وشوارعها مزدحمة. دراجات ثلاثية الدواليب، وطقس رطب وممطر، ورائحة التوابل القوية في كل مكان. منذ فترة أصبحت بنغلاديش على الألسن أكثر من أي وقت مضى، وذلك بسبب الأحداث التي تقع في البلد المجاور. في جنوب شرق بنغلاديش وعلى الحدود مع ميانمار تعيش حشود كبيرة من الناس في ظل ظروف صعبة. كنا ننوي أن نذهب إلى تلك المنطقة بمعية قافلة المساعدات الإنسانية للجمهورية الإسلامية في إيران. القيادة لعدة ساعات في الطرق بين المدن وفي الغابات بجنوب بنغلاديش أوصلتنا إلى المنطقة التي أصبحت خلال الفترة الأخيرة محط الأنظار. الطريق التي تنفصل عن الطريق الرئيسية على ضفاف خليج البنغال وتدخل إلى منطقة حدودية في أقرب نقطة من ميانمار، المنطقة التي تتواجد فيها القوات العسكرية، ويمكن مشاهدة أوضاعها غير الطبيعية بوضوح. نسير بالسيارة حوالي نصف ساعة، بدأنا نلاحظ بالتدريج أشخاصا جالسين على أطراف الطريق في مجموعات صغيرة، متعبين بنظرات ملؤها القلق والانتظار. لكن عددهم بدأ يزداد. السائق يقول إنهم اللاجئون الروهينجا. لقد وصلنا إلى المنطقة التي كنا نريد. جمع كبير من المسلمين في ميانمار فروا من أقسى أعمال العنف التي مورست بحقهم إلى هذا المكان. لم يكن الوصول إلى هذه المنطقة نهاية الحكاية. نهاية الحكاية بالنسبة للمسلمين الذين قتل أقرباؤهم وأحرقت منازلهم ومزارعهم. إنهم كانوا يواجهون تحديا أكبر، هو الجوع والعطش والمرض. أعمال العنف المرعبة ضد المسلمين في ميانمار بهدف التطهير العرقي تأخذ المسلمين في هذا البلد الذين يطلق عليهم بالروهينجا في رحلة محفوفة بالمخاطر. يستغرق الأمر 10 أيام على الأقل حتى يتمكن اللاجئون من العبور من الطرق الوعرة والأنهر والمستنقعات، حيث يفقد الكثير منهم حياته أثناء المسير، فيما يصاب كثيرون بجروح عميقة حتى يصلوا في النهاية إلى مناطق يطلق عليها المخيمات.
لكنها في الواقع تفتقد إلى أبسط الإمكانيات، سوى أنها تشكل مأوى للمسلمين الروهينجا. حضرنا في ملاجئ أوخيا وتينكالي وكوتوبان، وسرنا بين الناس في هذه المنطقة وتحدثنا معهم. عبد الرحمن ابن السابعة أو الثامنة مر بظروف قاسية جدا. قتل 3 من أعضاء أسرته على يد جيش ميانمار. قطعوا رأس أحدهم. وأحرقوا بيته وعائلته. إنهم اضطروا للهروب. أسجد امرأة ميانمارية عجوز، شحب لون وجهها من شدة صعوبة الظروف التي قاستها. هي تقول إنها في هذه الأوضاع المرعبة في ميانمار فقدت زوجها، كما فقدت أثر 2 من أبنائها، وهي الآن تعاني من الجوع وتبحث عن الطعام. أمورا أم شابة بوجه أحرقه لهيب الشمس وطفل يحتضر في حضنها. في الطريق حتى هذه المنطقة لم تجد ماء ولا طعاما. قتل زوجها في ميانمار. أحرقوا بيتها. أحد أطفالها مات وبقي رضيع فقط. حصلت على ربطة الخبز، هذه فقط. عبد العزيز يظهر يده المحروقة ويتحدث عن الفاجعة التي وقعت في ميانمار. هو يقول جيش ميانمار أحرق بيته وما زالت آثار ذلك على يده. إريا فتاة تروي لنا صعوبة الطريق. سرنا لفترة أسبوعين، شقيقي الأصغر فقد حياته في الطريق، والدي قتل في ميانمار. قطع الطريق من ميانمار إلى هنا كان صعبا جدا. لم نجد طعاما على مدى أيام، ولم يساعدنا أحد بشيء. نسير مع مرشدنا بين الناس. مترجمنا يقول إن هؤلاء لديهم قصصا متشابهة، كلهم تحملوا المصائب، بيوتهم أحرقت، تعرضوا للتعذيب، أقرباؤهم قتلوا أمام أعينهم وبأبشع وأقسى شكل ممكن. عدد من هؤلاء فقدوا حياتهم في الطريق، وأوضاع المتبقين منهم صعبة جدا. الآلاف يقضون الليل والنهار هنا في ظروف مشابهة، التشرد، الفجيعة، ظروف الحياة الصعبة. إمكانيات المخيمات محدودة. قيل إن إمكانية استيعاب كل مخيم هي 10,000 شخص،
لكن أعداد اللاجئين أكبر من ذلك بكثير، وعدد كبير منهم يعيشون في ظروف قاسية جدا. الماء والطعام شحيح جدا في المخيم، وكل شاحنة مواد غذائية تأتي إلى المخيم تواجه أعدادا كبيرة من الناس يحيطون بها لعلهم يحصلون على لقيمات. هذا الكيس هو الشيء الوحيد الذي تمكن هو وعائلته من الحصول عليه بعد يومين. يقول إنه جائع جدا وبصعوبة استطاع أن يحصل على هذا الكيس. هنا من الصعب جدا الحصول على الطعام. نحن نجلس أحيانا لساعات إلى جانب شاحنة ونسعى للحصول على طعام، وفي كثير من الأحيان لا نحصل على شيء. أطفالنا يقضون أياما كثيرة جياعا. الكثير من المسلمين اللاجئين في هذا المخيم مضطرون للعيش دون ملاذ آمن، حيث لا شيء يحميهم من الشمس أو المطر. نحن وصلنا إلى هنا قبل 3 أيام ولم نحصل على ملاذ حتى الآن، حيث لا توجد خيمة أو أي شيء نحتمي تحته. الناس التي حصلت على مأوى ظروفها صعبة جدا، وبيوتهم مصنوعة إما من الحصير أو أي مواد بدائية أو حتى من ملابسهم. لا يوجد شيء هنا لصناعة مأوى نحتمي تحته. الناس يعيشون في بيوت لا تصمد أمام المطر. الظروف الصحية والطبية في المخيمات سيئة جدا. الروائح النتنة تملأ كل مكان، وهناك خطر لشيوع الأمراض الوبائية. الكثير من الناس هنا مرضى ويحتاجون إلى المساعدة، لكن لا يوجد أي دواء. نحن نحتاج إلى أطباء في المخيم. كلما تقدمنا في المخيم تزداد ظروف المسلمين الروهينجا المفجوعين صعوبة وسوءا. كل لحظة الأوضاع تسوء أكثر فأكثر، وهذا كله يحزن قلب كل إنسان وكل مسلم.
في هذا الخضم ما يبرز أكثر هو غياب المساعدات والدعم الدولي خاصة من قبل الدول الإسلامية، حيث إن المساعدات حتى الآن تصل من جهات معدودة ومن بينها إيران، وهي غير كافية بالطبع. الدول الإسلامية نستنا، هناك عدم اكتراث بأوضاع المسلمين هنا من قبل قادة الكثير من الدول. أهل هذه المنطقة مسلمون، نحن نحتاج بشدة إلى مساعدات دولية ومن الدول الإسلامية. الطريق الذي سلكه هؤلاء اللاجئون في هذه المخيمات طريق بلا عودة. السكان المحليون يقولون إن جيش ميانمار قام بزرع الألغام في الطرق التي يمكن أن يعود من خلالها المسلمون عبر حدود بنغلاديش، كما أن الجيش يستهدف اللاجئين دون أي رحمة. تلغيم الحدود يعني أنهم طردونا من أرضنا بالكامل. نحن نريد أن نعود إلى بلدنا. هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث. نغادر مخيم اللاجئين المسلمين الروهينجا وفي أذهاننا أسئلة كثيرة ومواضيع مثيرة. ما هذه الكارثة التي تحدث للمسلمين الروهينجا؟ لماذا لا أثر للفائزين بجائزة نوبل للسلام؟ ولماذا هذا العبث بحقوق الإنسان؟ خرجنا من المخيم، لكن بقي الكثير من الأطفال جياعا، الكثير من الناس بلا مأوى، ولا أحد يخفف عنهم آلامهم.